الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد وبعد. جاءت هذه الجموع في محافظة المنوفية، وكما سمعنا في الكلمات هي محافظة القادة التي أنجبت رؤساء جمهورية كسر، وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإحنا محتاجين في الفترة الجاية ليه؟ وندعم هذا المؤتمر ليه؟ ونطلع انتخابات ليه؟ لأن احنا في مرحلة الآن الدول كلها تتأهب لتنال من مصر، فمن الذي يدفع عنا الشر أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لأن هو بطل الحرب وبطل السلام، وهو اللي أدرى بهذه الأمور. وإنني في نهاية الكلمة أقول له كما قالت يعني بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكني أقول له: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فنسأل الله له التوفيق والسداد، ونسأل الله له عز وجل الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.